يحتفل العالم الإسلامي برأس السنة الهجرية، هذه المناسبة الدينية العظيمة التي نتذكر من خلالها الصعوبات التي قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينشر الإسلام ويبلغ الرسالة، حتى يصل الدين الإسلامي لجميع أنحاء العالم. الهجرة النبوية هي الحدث الأبرز في تاريخ الإسلام، وتجسد بداية فترة زمنية تؤسس للدولة الإسلامية ليكون الأول من محرم من كل عام هجري، بداية جديدة للعام في التقويم الإسلامي. أمنيات كثيرة تمناها مواطنون أن تتحقق مع بداية هذا العام الهجري باستقرار وأمن دائمين، وأن يحل الأمن والسلام في الدول العربية والإسلامية عامة، وأن يرفع من شأن الإسلام. بالنسبة لرأس السنة الهجرية، نتمنى لكل الناس، لكل العالم، الخير والسلام والمحبة، ويا رب تعود هاي السنة علينا وعلى أمة لا إله إلا الله بالحب والسلام، وكل الناس، كل الشعوب بهدى، والحمد لله رب العالمين. والله يديم هذه البلد الطيبة، البلد الغالية علينا وعلى كل واحد أردني. أتمنى في هذا اليوم، أتمنى كل خير للأمة الإسلامية والتوفيق والنجاح، وعلى رأسهم جلالة الملك، والله يوفق الجميع. أتمنى بهذا اليوم بكل يوم، يعني أنه أتمنى للأردن وللإسلام أن الله يرد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا أول شيء، ويحفظ الأمان بهالبلد وببلاد المسلمين كافة. والله بتمنى أن يعم السلام على هالأمة هاي اللي كلها بتذبح بعض مش عارفة ليش، غير هيك ما بنتمنى. نتمنى إن شاء الله كل خير على الأمة العربية كلياتها، واللهم صل على سيدنا محمد، وإن شاء الله عام جديد على الناس كلياتها بكون. إن شاء الله ظلها كل سنة تنعاد علينا وسنة خير، وتكون السنة الجاية أحسن وأحسن، والعالم الطيب ويصير سلام، والله يقوي الجميع. افتحوا لنا مجال نشتغل، نتريح وتفرج علينا، نشتغل بس، نشتغل ونقضي حاجاتنا، ندفع اجارات بيوتنا ومصاريف اولادنا للجامعات واجره الطرق كلها، بس افتحوا لنا مجال نشتغل في عيدنا. اتمنى الخير للجميع وراحة البال، هاي اهم شيء. يا عم السلام بالبلاد العربيه والامن اهم شيء، وبس اهم شيء، والله يديم سيدنا والامن بالبلد كمان. نسأل الله الأمن والأمان. بس أتمنى أن يجتمع الأحباء معنا، نجتمع كلنا بخير وسلام، كل الأمة العربية إن شاء الله تصير بخير وسلام. والله بتمنى أن الله ينعم الخير على هالبلد وظل الأمان، وإن شاء الله خير يا رب. نتمنى الخير للبلاد العربية الإسلامية جميعا إن شاء الله، ويعم السلام على الدول العربية جميعا إن شاء الله. وتعد الهجرة النبوية من أبرز الأحداث التاريخية والتي غيرت مجرى الحياة بشكل عام، فكانت مقدمة لانتشار الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.